قبل أيام من انطلاق اليورو، في الفيديو ده هنتعرف على المجموعات وأهم المنتخبات المرشحة لحصد اللقب. طبعا اليورو هيبدأ يوم 11/6 في الشهر اللي احنا بدأنا فيه ده. طبعا اليورو فيه مجموعات مشتعلة ومجموعات قوية جدا ومجموعات متوسطة المستوى. في الفيديو ده هنتكلم عن كل المجموعات، وإن شاء الله هنتكلم عن الفرق المرشحة للصعود عن كل مجموعة، هنتكلم عن الست مجاميع كاملة في الفيديو ده. قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان طبعا بيحمسنا جدا إن احنا نكمل، واعمل اشتراك للقناة علشان يصلك كل جديد، وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. المجموعة الأولى طبعا بتضم إيطاليا وتركيا وسويسرا وويلز. مجموعة يعني ايه ابرز المرشحين فيها للصعود ايطاليا، ولكن الثلاث فرق او الثلاث منتخبات التانيين اللي موجودين في المجموعه عندهم امال كبيره جدا ان هم يصعدوا على حساب بعض. يعني تركيا عندها امل، سويسرا عندها امل، ويلز عندها امل، والثلاث منتخبات مستوياتهم قريبه جدا من بعض. طبعا ايطاليا منتخب بقاله 25 ماتش مع مانشيني ما اتغلبش ولا مباراة، 25 مباراة فوز. طبعا هتقول لي منتخب ايطاليا قوي، اه طبعا منتخب ايطاليا قوي، منتخب ايطاليا من المرشحين، منتخب ايطاليا عندهم حارس كبير اللي هو دوناروما، عندهم دفاع فيه كيليني وفيه بونوتشي وفيه عناصر قوية جدا، عندهم خط نص موجود فيه جورجينهو، موجود فيه كييزا، وموجود فيه برناردسكي، وعندهم فيراتي ده خط نص منتخب ايطاليا، عندهم في الهجوم انسيني وعندهم موبيلي، منتخب قوي جدا منتخب ايطاليا. منتخب تركيا من المنتخبات القويه اللي لسه كسبانه هولندا في تصفيات كاس العالم من ما فيش. منتخب كمان سويسرا عندهم شاكيري وعندهم حارس مرمى مميز وعندهم فريق يعتبر كويس جدا ومن ضمن المرشحين للصعود من ضمن المجموعه. ويلز بقى نتكلم عن طبعا الجوهره بتاعتهم اللاعب جاريث بيل. طبعا ويلز منتخب مش كبير قوي في الاسم، ولكن من ساعة ما ظهر جاريث بيل على الساحة في ويلز وهو بيشكل ويلز شكل، عامل لويلز شكل وعامل لهم هيبة في وسط المنتخبات، وبيشارك وبيأدوا بشكل قوي. الثلاث منتخبات عندهم نفس الفرص ونفس الحظوظ في الصعود. المجموعة اللي بعد كده موجود فيها بلجيكا والدنمارك وفنلندا وروسيا. طبعا بلجيكا المرشح الأول تقريبا للبطولة وللقب. طبعا بلجيكا دلوقتي بتصنف أول عالميا، بلجيكا في كل البطولات وكل المحافل الدولية لازما عشان نتكلم عن الفريق المرشح لأي بطولة بنحط بلجيكا الأول، وبعد كده نتكلم بقى عن ألمانيا، عن أسبانيا، عن فرنسا، عن إنجلترا، عن أي منتخب تاني، عن هولندا، مش عايز أنسى حد. فأنت الأول بتحط بلجيكا، فبلجيكا مرشحة كتصعد كأول مجموعة. بعد كده موجود الدنمارك اللي عندهم الحارس شمايكل، وعندهم موجود في خط النص إريكسن اللاعب العالمي اللي من أفضل صناع اللعب في العالم، بيلعب حاليا في الانتر ميلان، وكان السنة اللي قبلها كان بيلعب في توتنهام. وطبعا عندهم فرقة كويسة جدا وعندهم دفاع قوي وخط نص مميز جدا بيقوده طبعا، وعندهم اللاعب المميز إريكسن. طبعا في فنلندا اللي اول ظهور لها تقريبا في اليورو، وفي روسيا المنتخب اللي بياخد منشطات اللي ملناش دعوه بيه ده، لكن برضو الصراع هيبقى بلجيكا اول مجموعه والدنمارك وروسيا هيتنافسوا على المركز الثاني. المجموعه اللي بعد كده هولندا، اوكرانيا، النمسا، شمال مقدونيا. مقدونيا اللي لسه كسبانه المانيا في كاس تصفيات كاس العالم 2-1. مقدونيا خليكم فاكرين الاسم ده كويس لان منتخب رخم ومنتخب عنيد واصرار كبير جدا. النمسا، اوكرانيا، هولندا. طبعا هولندا المرشح الاول انه يصعد المجموعه. اوكرانيا عندها حظوظ، النمسا عندها حظوظ، مقدونيا عندها حظوظ، لان الثلاث منتخبات يعتبروا برضو قريبين في المستوى من بعض ومش هيشكلوا خطر كبير على منتخب هولندا. هولندا اللي عندهم فينالدوم، اللي عندهم ديبي، اللي عندهم فان دايك اللي هو لسه ما رجعش من اصابه يعني، اللي عندهم خط هجوم ناري، خط هجوم قوي، عندهم ترسانه هجوميه قويه جدا بتتميز بالطواحين الهولنديه، بيتميزوا بالسرعات الكبيره جدا، باللعب المتنوع، عندهم خط هجوم قوي جدا قادر على ازعاج كل الدفاعات اللي موجودة في البطولة. المجموعة اللي بعد كده انجلترا، كرواتيا، التشيك، اسكتلندا. طبعا انجلترا من اقوى المنتخبات المصنفة للحصول على اللقب. هتقول لي ليه؟ اقول لك منتخب شباب قوي جدا، منتخب ناشئين اقوى، وعندهم قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة الشباب اللي موجودة في كل فرق العالم دلوقتي، غزوا العالم، غزوا انجلترا، وكمان
المانيا واسبانيا عندهم لعيبه في كل المنتخب، في كل البلاد حاليا. انجلترا عندها منتخب قوي جدا، اتكلمنا عن ابراهام، عن ماونت، عن اللاعب فودن في مانشستر سيتي، هتكلمني عن ارنولد، عن والكر، عن خط دفاع ماجواير، بتتكلم عن حارس بيك فورد، بتتكلم جريليش، عن راشفورد كمان، مش عايز انسى حد. منتخب قوي جدا بعناصره الشاب، عناصر شباب كتير جدا مميزه فرقها. بعد كده كرواتيا، كرواتيا مرشحه طبعا، وصيف كاس العالم، بطل كاس العالم، منتخب عنده لوكا مودريتش، منتخب عنده مانزوكيتش كمان، في عناصر مميزه في كل الخطوط، منتخب من المرشحين انه يصعد على المجموعه. طبعا تشيكو اسكتلندا بعيد، ممكن تحصل مفاجأة مش بعيد، ولكن انجلترا كرواتيا هم المرشحين الاقرب للعبور من المجموعة دي. نيجي للمجموعة اللي بعدها، اسبانيا، بولندا، السويد، سلوفاكيا. وانت مغمض كده، اسبانيا اول مجموعة، بولندا هتيجي في الترتيب الثاني بعد بولندا، يعني بعد اسبانيا، لوجود بقى ليفاندوسكي، لموجود بعض العناصر القوية. السويد بعيد ومع غياب ابراموفيتش كمان هتبعد اكتر. سلوفاكيا ما حدش عارف لها هوية. وطبعا المجموعة دي الفرق اللي مرشحة انها تصعد عنها اسبانيا زي ما قلت وبولندا. طبعا اخر المجاميع البرتغال، المانيا، فرنسا، في عركة هتقوم بينهم على مركزين. وطبعا هنغاريا مش عارف ايه اللي جابها هنا، اول مرة تصعد، ولما تصعد تروح في مجموعة الموت، المجموعة القوية جدا اللي طبعا محدش هيرحمها، هتبقى دي مفتاح الصعود. اللي هيسجل في الفرقة دي اكتر عدد ممكن من الاهداف هو اللي هيقدر يصعد في المجموعة دي. طبعا ألمانيا مرشحة بشكل كبير جدا، فرنسا بطل العالم مرشح بشكل قوي جدا عن المجموعة، والبرتغال، البرتغال المفاجأة اللي هتبقى في المجموعة، لو في مفاجأة هتحصل في الدور الأول كله هتبقى البرتغال. هتقول لي البرتغال يا عم ده كريستيانو رونالدو، وي 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 وي، ازاي تقول مفاجأة؟ ما احنا بنتكلم عن ألمانيا، ألمانيا الماكينات اللي ما بترحمش حد، فرنسا بطل كأس العالم بأنجولو كانتي، ببوجبا، بكمان بنزيما رجع، بجريزمان، بمبابي، منتخب قوي جدا. المانيا عندها جنابري، وعندها نوير، وعندها طبعا صانيه، كل اللعيبه القويه جدا اللي انتوا شايفينها يعني بتظهر جنب مني في الصوره، منتخب قوي جدا. خش بقى على البرتغال، هتلاقي عندك كريستيانو رونالدو موجود، هتلاقي برناردو سيلفا، هتلاقي روبن دياز في خط الدفاع، بيبي موجود في خط الدفاع، كمان البرونو فرنانديز، بتتكلم في منتخب قوي جدا في العناصر الدفاعية والعناصر الهجومية، وكمان كانسيلو، بتتكلم في عناصر كتير جدا موجودة في منتخب البرتغال قادرة على الحل وقادرة على إزعاج أي منتخب. فبتتكلم على 3 منتخبات هيطحنوا بعض، وأعتقد إن البرتغال هتصعد، بس مع مين مش عارف، يعني فرنسا ولا ألمانيا الموضوع صعب، ولكن البرتغال هتحقق المفاجأة، مع إنها المفروض في التصنيف لو جيت تتكلم عن القوة والقوة العظمى في الكورة في أوروبا، فأنت بتتكلم عن ألمانيا، عن فرنسا، وبعد كده البرتغال، ولكن البرتغال هتبقى مفاجأة المجموعة لو في مفاجأة حصلت في الدور الأول كله، هتبقى إن البرتغال تطلع حد من الاتنين دول وتصعد مكانه. البرتغال قوية جدا، البرتغال مش ضعيفة، البرتغال قوية جدا، قادرة انها تكسب، قادرة انها تفوز، وخاصة ان هي اخر بطل لليورو كان البرتغال. زي ما قلت طبعا البرتغال فريق داخل يحافظ على لقبه، فريق قادر ان هو يكسب فرنسا في نهائي النسخة السابقة. طبعا البرتغال مرشحة وبقوة. هتقول لي يا عم ازاي ده مع المانيا وفرنسا، اقول لك مفيش حاجة اسمها ازاي، البرتغال مرشحة وبقوة، لان انت بتتكلم عن فريق بطل النسخة السابقة، البرتغال بطل النسخة السابقة، فانت ازاي يعني تشيله من ضمن الليلة دي كلها وتتكلم عن المانيا وفرنسا؟ المنافسة هتبقى صعبة جدا في المجموعة دي، وهعمل حلقة خاصة جدا عن المجموعة دي بالذات، واهم مفاتيح اللعب عن كل منتخب فيهم، وان شاء الله هحاول في الفتره اللي فاضله او في ال5 6 ايام اللي فاضلين دول اتكلم عن كل مجموعه وعن اهم اللعيبه اللي موجوده في كل منتخب واهم العناصر اللي تقدر تشكل خطوره في المنتخبات القويه. مش هنتكلم عن الكل يعني عشان الوقت والكلام ده كله، لكن هنتكلم مثلا عن ايطاليا، هنتكلم عن ويلز، عن تركيا، عن سويسرا، هنتكلم عن بلجيكا، عن الدنمارك، عن هولندا، عن اوكرانيا، عن انجلترا، عن كرواتيا، هنتكلم عن اسبانيا، عن بولندا، وعن السويد، وعن فرنسا والمانيا والبرتغال، هنجاريا شاهد ما شافش حاجه، يعني اللي هتبقى حصاله البطوله هنجاريا هتبقى حصاله من ضمن الحصالات الموجوده في البطوله، لان جت في المكان الغلط، هنجاريا دخلت في المكان الغلط، جت في المنطقه المحظوره زي ما بيقولوا. توقعاتي بقى زي ما قلت للصاعدين زي ما قلت ايطاليا، واعتقد ويلز، او يعني ممكن تكون ويلز،
مش عارف ليه. بلجيكا والدنمارك، هولندا، اوكرانيا، وانجلترا، كرواتيا، واسبانيا، بولندا، والمانيا، والبرتغال، او البرتغال وفرنسا، حد من الاثنين دول. انما فرنسا والمانيا مع بعض اشك، مش عارف ليه بس يعني اشك. طبعا مين بقى المنتخب اللي انا بشجعه في البطولة؟ للاسف هولندا، يعني للاسف مع كامل الاسف يعني بشجع هولندا. طب هولندا تقدر تاخد البطولة؟ ليه لا؟ مين المرشح بقى انه ياخد البطولة، او مين المنتخب القادر على حصد البطولة، او مين المنتخب المرشح وبقوة انه ياخد البطولة؟ يعني اقول لكم 3 4 اسماء كده، وايه ان شاء الله من على الحلقات اللي جاية هنحاول ان احنا نتكلم بشكل اكبر. ولكن بلجيكا مرشح، كمان انجلترا مرشح، ايطاليا مرشح، اسبانيا مرشح، واخيرا اللي هيصعدوا الاثنين اللي هيصعدوا من مجموعة المانيا وفرنسا والبرتغال مرشحين. وطبعا هولندا مش هنقدر ننساها، لان دول اقوى 8 فرق موجودة في البطولة، اللي هي ايطاليا، اللي هي بلجيكا، انجلترا، هولندا، اسبانيا، والمانيا وفرنسا والبرتغال. دول اقوى 8 فرق في موجوده في البطوله، البطل مش هيطلع من ضمن دول. او طبعا انا ما سبتش حد من الفرق القويه، كرواتيا مش هنقدر ننساها، لان وصيف البطوله الماضيه وممكن يقدر يعمل مفاجاه زي ما فعل او زي ما عمل في البطوله السابقه. طبعا حاليا بيلعب البرازيل والاكوادور في تصفيات كاس العالم، والمباراه الشوط الاول انتهى 0-0، اداء سيء جدا، تشكيل غريب عامله مدرب تيتي لمنتخب البرازيل، ونيمار عمال ينضرب من ساعتها من لعيبه الاكوادور، وكمان الهجوم لا فيرمينو بيلعب ولا رودريجو بيلعب ولا اي حد من الناس اللي هي تقدر تشكل لك خطوره دي بتلعب. فبيلعب بخط النص كازيميرو وفريد، وحاجه جميله قوي، بيقفل في خط النص ضد الاكوادور، امال هيعمل ايه ضد الفرق اللي هي بتهاجم، ضد الفرق اللي هي القويه اللي تقدر تهاجمك؟ مش عارف. اي نعم الاكوادور من اقوى فرق، يعني اقوى فريق تهديفيا في التصفيات حتى الان، وفريق قوي جدا على المستوى البدني، ولكن برضو انت محتاج لعيبه كوره في الملعب، مش محتاج لعيبه تضرب. وكمان خط الدفاع ميليتاو على ماركينيوس، على في تشكيله غريبه بتحصل في منتخب البرازيل. دي كانت حلقه النهارده عن اليورو، ان شاء الله انتظروا حلقات تفصيليه عن كل المنتخبات في الفتره اللي جايه وفي ال5 ايام الجايين. كانت حلقه النهارده لاول مره تابعني، انزل اشترك في القناه، تابع معانا كل الحلقات عن اليورو وعن كل البطولات، الدوري المصري، الدوري، دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، كل البطولات بنتابع كل البطولات، وبنقول لك كل الاخبار اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.